مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج من وإلى. زي ما عودناكم في برنامجنا من وإلى، هنكون دائما حلقة الوصل بين الخبراء في جميع التخصصات إلى كل مشاهد يهمه الأمر. مش بس كده، هنكون حلقة الوصل ما بين استشارة الأطباء إلى كل مريض، ومن رجال القانون إلى كل ظالم أو مظلوم، ومن صوت المواطن إلى كل مسؤول. هنكون دائما مصدر المعرفة والحقائق منا وإليكم. فقرة حلقتنا النهاردة فقرة مهمة جدا وقانونية هنتكلم فيها النهاردة، ياريت تتابعونا لأنها بتهم جميع الناس كلها. في ناس كتير بتقابل مشاكل في تنفيذ الأحكام، وفي أكتر من شكوى وصلت لنا عن الموضوع ده. بس قبل ما نبدأ في فقرتنا النهاردة، معانا تقارير سلبية وإيجابية لازم نتكلم فيهم النهارده، زي ما وعدتكم ان انا بوصل صوت المواطن. ومعانا الاول التقرير الاول، كاميرا برنامج من وإلى نزلت حي البساتين بالقاهره ورصدت عمل عمال النظافه فيها. الحقيقه كان العمال شغالين على قدر عالي من الكفاءه جدا، لاننا احنا لما نزلنا بالكاميرا صورنا هيدن. يعني ايه؟ يعني صورنا في الخافه كده زي ما بيقولوا. تمام، تعالوا نشوف التقرير مع زميلي الاستاذ احمد الشحات ونرجع تاني. كان المنطقه هنا البساتين. رايك ايه يا ام احمد في الخدمه اللي بتقدمها متعهد النظافه في حي البساتين؟ النظافه ما فيش اي مشكله، والعربيه واقفه 24 ساعه، وما فيش، والمحافظ بيعدي او رئيس الحي بيعدي وما بيحلوا اي مشكله، ما فيش اي مهتمين بالزباله، ما اي محل بيرمي الزباله في العربيه. طب هل في مشاكل النظافه بتقابل اهل الحي هنا؟ لا، ما فيش، اللي بيبنسوا مهتمين بالشغل، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه. وجهي لهم كلمة. كلمة زي يعني؟ وجهي لهم كلمة، اشكريهم. هم ألف شكرا على النظافة وعلى المهمة وعلى تنظيف الشارع اللي هم بنعمله، والصوت ما فيش أي حاجة. تعرف بيه، عطية ذكر برانتيز. حضرتك متعاهد من المتعاهد. متعاهد بالمشاكل البساتين. طيب قول لي بقى، إزاي قدرتوا تخلوا حي البساتين أكثر الأحياء النموذجية؟ هو بصراحة اللي هو محمود ضياء عايش الحي، بصراحة الراجل واقف معانا وفرة كبيرة وشغالين. وشغالين والمجاولة بيرمي فيها الساعة واحدة. وشغالين باكبر كثافه. بصراحه البساتين عاوزه جهد كبير عشان فيها بضاعه قويه كتير. ازاي بتواجهكم المشاكل وازاي بتقدروا تتغلبوا عليها؟ لو احنا بصراحه يعني جبنا عمال اكتر وجبنا عمال اكتر، واخد بالك؟ بس احنا كنا عاوزين يعني يا ريت الهيئه تحط لنا يعني شويه كده، عشان المبلغ اللي احنا بناخده قليل بصراحه. يعني احنا يا ريت الهيئه تحط لنا كده بنظره تزودنا شويه عشان كل حاجه زادت. الله يتعرف بحضرتك. مدام سميره. حضرتك من المتعهدين؟ متعهدين طيب قول لنا يا مدام سميره، ايه الخطه بتاعتكم اللي انتوا ناويين تطوروا بيها حي البساتين اكتر من كده؟ احنا ان شاء الله عايزين نزود عماله وعايزين نزود عربيات، بس عندنا مشكله هنا ان الهيئه يعني عندنا ضغط طبعا، كثافه سكانيه. كثافه الحي؟ كثافه سكانيه. وناقص ان احنا يعني الفلوس اللي بناخدها قليله جدا، فاحنا لو احنا زدنا شويه اكيد هندي خدمه اكتر. تعرف بحضرتك. عشري عبد المنعم، متعاهد هنا في جامعه البساتين. طيب قول لي كده يا استاذ عشري، ايه الخدمه اللي بتقدموها وايه فكره الخدمه اللي انتم بتقدموها؟ احنا هنا يعني اعتبر متعاهد جامعي سكني خاص بالهيئه، طبعا العقد مع الهيئه وحي البساتين. والنظام اصلا يعني من قسم لقسمين، قسم النظافه عامه في حي البساتين منقسم لاثنين، قسم كمتعاهد جامعي سكني والقسم الثاني هيئه النظافه ويمثله فرع النظافه في حي البساتين. طيب احنا بالنسبه لنا احنا بنجمع الشقق من البيوت، وطبعا العربيات المكان اللي هو يبقى فيه تراكمات بنوقف عربيات 24 ساعه زي ما حضرتك صورت كده وشفت. دي عربيات ثابته 24 مكان التراكمات،
وقسم بقى اما الهيئه العامه لنظافه النيل القاهره والممثله له عدد الحديد ده بالنسبه للتراكمات في الشارع اللي هي سكان التراب رطش عربيات كهرباء تاني، ودي الهيئه اللي بتشيلها. طب انا لما نزلت يعني نزلت من فتره البستين ونزلت النهارده انا لقيت الموضوع متغير خالص، يعني لقيت حي راقي بصراحه. قول لنا ازاي قدرتوا توصلوا للمرحله دي؟ والله المرحله دي اول حاجه ترجع يعني للسبب فيها بعد ربنا سياده اللواء محمود ضياء بتشديده علينا، ومش عايز اقول لك ان ما بيناماش الليل، على طول عامل لنا حملات باستمرار ليل ونهار. فاشراف على طول عامل لكل مربع في كل منطقه، عامل مساعد رئيس حي بيمر علينا. يزاد عن كده كمان سياده اللواء ابراهيم عوض طبعا ويمثلها وحدات الرصد، فطبعا ده تفتيش علينا، فبخلينا طبعا مش مبازين باي جهد في العمل في الشغل. طب حضرتك كمتعهد ليه الفكره جات لك في موضوع النظافه ده؟ اشمعنى؟ لا ده شغلي أقبل عن جدا، ده شغل النظافه دوت اصلا دي مهنه بالنسبه لنا احنا أقبل عن جدا، وسنا أقبل عن جدا دي مهنتنا واحنا شغالين فيها دي يعني بدون نبص يعني ممكن نقول مثلا دي متوارثه مش طب قول لحضرتك مكتسبه يعني ازاي المشاكل اللي بتواجهكم تقدر تتغلب عليها؟ لا احنا بص لو في اي مشكله اول حاجه بنرجع لست اللي هو محمود ضياء لو طبعا ده رئيس الحي، لو في اي مشكله بالنسبه لنا بتقابلنا بنرجع له، بصراحه الراجل مشكورا بيحلها زي ما برده بيبقى شديد علينا وقارس علينا برده بيحل لنا مشاكلنا. طب عندنا مثلا ممكن مشاكل تقابل، ممكن بواب مش عايز يطلع من الزباله العماره يرمي في الشارع. طب انتوا بتتواصلوا مع المواطنين ولو في مثلا طبعًا. حد عنده مثلا مشكله تقدروا تتواصلوا معاه وتحلها له؟ طبعا احنا متواصلين على طول مع السكان والمواطنين وكل واحد من المتعهد اللي هي برده زمايلي في الحي عامل فيزيتات وعامل ايديات كرنيات وسايب تليفوناته مع المواطن، لو في اي مشكله ولا اي شكوى عند اي حد بيتصل بالمتعهد وفورا بيبعت له حد بيجي يشيل عنده زباله في اي تقسيم. معانا تقرير تاني عن افتتاح مؤتمر طبي خاص بمركز جراحة الأوعية الدموية والقلب بجامعة المنصورة. الحقيقة المؤتمر دوت كان مليء بالمعلومات الطبية اللي بتخص أمراض الأوعية الدموية من ضمنها القدم السكري. تعالوا نشوف برضو التقرير ونرجع تاني مع الزميلة نيفين أحمد. نتشرف بتغطية المؤتمر الخاص بالأوعية الدموية والقدم السكري تحت رئاسة دكتور الأستاذ الدكتور مسعد سليمان بجامعة المنصورة. أهلا دكتور. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. طبعا أنا حريصة كل الحرص أن أنا أحضر وأواظب على حضور حضرتك، حضور المجتمع الاجتماع الخاص بالقدم السكري والأوعية الدموية، لكن أنا بهتم أكثر بالقدم السكري بهذا المرض اللعين الذي يوجد في كل منزل مصري. فإحنا عايزين برضو زي كل سنة أن احنا نقدم توعية كاملة للمريض الخاص بالمريض السكري علشان ياخد كل حذره من هذه الأمراض. الحقيقة انت بتلمسي جزء من اللي هو بنعتبرها همومنا اليومية وهو مرض القدم السكري، وانا دايما بقول عليه ان هو ده ما بينتجش الا لو المريض تهاون في علاج متلازمة السكري، يعني ان ساب الامور لحد ما وصلت ان الانسجة تضررت بشكل مباشر. المريض اللي عنده
السكر بيبقى فيه مشكلتين، منهم نقص في الدورة الدموية الطرفية، ومنهم الحاجة التانية ان بيبقى فيه المناعة بتاعته أقل من الطبيعي، الإحساس بيبقى أقل من الطبيعي، وبالتالي ان هو مع أي إصابات بسيطة اللي المفروض ان هو الإنسان العادي يقدر يتجاوزها وان هو يقدر يلتئم الجرح فيها، بنلاقي ان هنا الحكاية تفاقمت قوي ووصلت إلى جروح، الجروح دي ممكن تصل إلى الغرغرينة، ممكن تصل إلى لا قدر الله البتر. عشان كده احنا بنقول له لازم تكون عينك على رجليك طول اليوم، لازم تبص على رجليك، تبص بين الصوابع، تتأكد ان مفيش اي جلد ناشف. انا طبعا اخر حاجه سمعنا حاجه مبشره في المؤتمر انه تم تفعيل الادويه الخاصه بالبتر، ان يعني نسبه التشافي من البتر بقى في حاجات كتيره جدا تساعد على الموضوع ده وتلغي. الحقيقه هو عندنا من في المؤتمر السنه دي في ورقات بحثيه ظهرت بتتكلم على القرح المزمنه ازاي ان احنا نساعد على التئامها بشكل سريع، وطلع ان في حاجات من بنسميها عوامل نمو، بعض المستحضرات بنضيفها على الأنسجة بتؤدي إلى نمو الخلايا بشكل سريع، وبالتالي تخلي أن الجروح تلتئم بشكل أسرع. في أجهزة حاليا عدنا بنحطها وبنستعملها بشكل واسع جدا في وحدة القدم السكري في جامعة المنصورة، وهو ما نسميه بجهاز الفاك، وده بيساعد على التئام الأنسجة، زيادة الدورة الدموية، تقليل كمية التحميل الميكروبي جواها، وبالتالي احنا عممناها في الوقت الحالي ان كل مرضى القدم السكري عدنا بنحط لهم المستحضرات دي وبنحطهم على الأجهزة اللي بتساعد على الالتئام، وبالتالي بنساعد على ان المريض يتعافى بشكل فعال في وقت اقل ويرجع الى عمله باقل المضاعفات. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور كما اعتدنا على تألقك كل سنة. كل سنة حضرتك. شكرا جدا. شكرا. شكرا يا فندم. القانون هو الحد الفاصل ما بين الظالم والمظلوم، وهو الحد الفاصل ما بين الجاني والمجني عليه. لكن في ناس كتير بتقابل عقوبات ومشاكل بسبب تنفيذ الأحكام اللي المفروض بتصدر من المحكمة أو من القاضي. طيب نعمل إيه في المشكلة دي؟ أقول لك من ضمن الأحكام اللي بيبقى فيها صعوبة في تنفيذها زي مثلا أحكام النفقة. عشان كده ده موضوع فقرتنا النهاردة، حبيت أستضيف ضيفي المستشار القانوني طارق صالح، المحامي الاستئناف العالي ومجلس الدوله والمحامي بالشركات. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. نورني النهارده استاذ احمد، وبحب ارحب بيك في البدايه وباسره القناه وبالساده المشاهدين اللي بيحضروا معانا وبيسمعونا في الحلقه. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه بنحب فعلا نعرف يعني ايه تنفيذ احكام. احنا عندنا مشكله في مصر في احكام بس مش عارفين ننفذها. ففي البدايه بنقول امتى بيحصل المتقاضي او صاحب الحق على الحكم؟ تمام. بياخد اجراءات طويله يا صاحبي، لك ان تتخيل ان هو مجرد ما بيلجا للمحكمه بيرفع الدعوه وبيمر باجراءات طويله للتقاضي، منها مثلا تاجيلات تكون عن طريقه او عن طريق المنفذ ضده، او عطلات رسميه او ظروف للبلد، كل دي تاجيلات بما فيها برضو اجازات قضاه، واحيانا في قضايا بتخش مثلا في قضايا خبرة تروح قضيه خبرة. فامد التقاضي طويل في مصر نظرا لقله عدد القضاه وكثره القضايا. يعني بنروح مثلا في القضايا بنلاقي الرول يعج بالقضايا، بنلاقي 100 قضيه في مجلس الدوله، بنلاقي الافات القضايا في يوم واحد، فازاي قاضي واحد هينظر كميه الاحكام دي؟ فامد التقاضي بيطول لان القضاه قليلين ولان التاجيلات كثيره وظروف البلد والاجازات القضائيه. بعد ذلك بيصدر حكم لصاحب الحق، ده بيبدا هنا موضوع تنفيذ الاحكام. يعني بالظبط لو هنمثل الموضوع لو مثلناه مثلا بالمزارع او الفلاح اللي هو بيستنى نتيجه ثماره، انا تعبت، انا زرعت،
انا فعلا بيروح ويلف في المحاكم وخلص ورقه وفي الاخر برضه بيصدر الحكم، ياخد الحكم اللي هو عايزه، لكن في الاخر بيلاقي مشكلة في التنفيذ. انا يا جماعه عايز بقى التنفيذ، وبيمر بقى في المرحله دي بمراحل كتيره جدا، يعني تطول ممكن في قضايا في المحاكم بتقعد 5 سنوات. لكن تتخيل ان واحد صاحب حق او متضرر مثلا كان شغال في مصنع والمصنع طرده او فصله، او واحد ليه دين عند حد وبيطالب بيه، بيلجا للمحكمه وبيقعد سنوات للحصول على حكم قضائي. بعد الحصول على حكم قضائي هو طبعا اكيد بيفرح، خلاص بقى الحكم بقى قضائي ونهائي وغير قابل للطعن، بيبدا بقى يكلمنا، طب خلاص انا كده هنفذ؟ لا، بيصدم للاسف. يعني بعد ما بيفرح بصدور الحكم القضائي النهائي والبات وعدم وجود طريق للطعن، خلاص الحكم خلاص اصبح مزايل بالصيغه التنفيذيه. مزايل بالصيغه التنفيذيه يعني يتنفذ على طول. هل هنا بيتنفذ على طول؟ لا، ده هو بيخش هنا في مرحله تانية، وهي مرحله تنفيذ الاحكام اللي هي موضوع حلقتنا النهارده. يعني المفروض ان هو بينتج نتيجه الثمار، ما ينفعش مثلا الفلاح ينتج ثمار وفي الاخر مثلا ما يبيعهاش، طب وكده عمل ايه؟ او يصبح الحكم مجرد ورقه، طب هيعمل بيها ايه مثلا؟ هيفرح بالورقه دي، هي ادته احقيه. طب في الحاله دي يعمل ايه بقى ست المستشار؟ في الحاله دي يعمل ايه؟ هو طبعا القانون خلى فيه اجراءات معينه، يعني نظم الموضوع، المشرع نظم اجراءات معينه لتنفيذ الاحكام. يعني مش مجرد صدور الحكم، امتى بيقول لك ان انت تبدا تنفيذ الحكم؟ لما يصدر الحكم النهائي، يعني ينفذ كل اجراءات الطعن بما فيها احكام اول درجه وبما فيها الاحكام الاستئنافيه، وخلاص الحكم خلاص كده بيبقى واجب النفاذ. بيبدا في اجراءات تنفيذ الحكم. ايه هي اجراءات تنفيذ الحكم؟ بس قبل ما نتكلم في اجراءات تنفيذ الحكم لازم نعرف ايه نوع الاحكام، عشان برضو المشاهد اللي بيسمعنا. احنا عندنا نوعين من الاحكام، في احكام جنائيه وفي احكام مدنيه. عايزين نعرف برضو ايه الاحكام الواجب تنفيذها. تمام، هي كل الاحكام قاعده عامه، كل الاحكام التي تصدر من القاضي واجبه التنفيذ، كل الاحكام. ولا يجوز لاي شخص ايا كان سلطته الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم، او امتناع بسلطته، او ان هو ما ينفذش الحكم، لا يجوز. يبقى عندنا قاعده عامه ان اي حكم بيصدر من القضاء بيبقى واجب التنفيذ. بس في انواع من الاحكام، في احكام مدنيه. زي الاحكام المدنيه، زي قضايا التعويضات مثلا، حد رافع تعويض على ان تضرر من شخص معين، ده احكام مدني. في قضايا العمال مثلا، حد فصل من شركه خاصه بتندرج تحت القضايا المدنيه. في قضايا الايجارات بالكامل برضو احكام مدنيه. قضايا الناشئه عن عقود البيع، كل المنازعات المدنيه بين الاشخاص ده بيبقى قسم لوحده اسمه قسم الاحكام المدنيه. تمام. وده له طريق من التنفيذ. تمام. في نوع تاني برضو اللي بيشغل ناس كتيره، اللي هو الاحكام الجنائيه، اللي هي بتصدر من المحاكم الجنائيه وبيكون صدورها بالحبس، وبيكون تمام. بجريمه يعاقب عليها القانون. بمعنى ايه؟ زي ايصالات الامانه برضو مشكله بيعاقب عليها القانون، لو حد اصدر ايصال امانه وما وفاش بالمبلغ ده برضو عاقب عليها القانون. زي قضايا الضرب، زي قضايا النصب، زي قضايا السرقه. فكده كده في متضرر. وفي انواع تانية، قانون احوال شخصيه وانشاء محكمه الاسره، اختصت تماما بقضايا الاسره كلها. قضايا الاسره طبعا كلنا عارفينها، اللي قضايا الاسره ده فيه مشاكل كتير بسبب مشاكل النفقه. فيها مشاكل يعني، والله في كتير الناس بتبعت لنا على صفحه البرنامج، اكتر من سيده بتقول او مدام بتقول انا دلوقتي ومعايا حكم ليا بالنفقه يعني، لكن جوزها بيتهرب او طليقها بيتهرب من النفقه، في الحاله دي هي تعمل ايه؟ مع انها معاها الحكم صادر. تمام. بس قبل ما نجاوب حضرتك على السؤال ده، معانا الاستاذ محمد رجب من القاهره. الو. ايوه يا فندم، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اتفضل يا فندم. والله موضوع الحلقه ممتاز جدا، انا مستفيد ومستمتع وانا بتفرج عليكم، وكنت عايز اسال الاستاذ طارق بس سؤال لو امكن يعني. اتفضل يا فندم، اتفضل. كنت عايز اعرف انا لو معايا حكم من دوله اجنبيه من خارج البلاد، ازاي اقدر انفذه داخل مصر؟ هل متاح تنفيذه ولا لا؟ واذا كان متاح هنفذه ازاي؟ تمام، هنجاوب على السؤال ده حضرتك. تمام. شكرا جداً. شكرا شكرا استاذ. تمام. في الحاله دي بقى، في الحاله دي هو في اتفاقيه ما بين الدول وبعضيها ان هي الاعتراف بالاحكام، يعني ان احنا دول لو صدر حكم داخل دوله مثلا الدول العربيه، السعوديه والامارات وقطر الكلام ده كله، تمام، احنا عندنا اتفاقيه مضت عليها الدول الاعتراف بالاحكام. بس لو صدر الحكم هناك وخد صيغه تنفيذيه واصبح الحكم نهائي هناك، فهل هيجي هنا ويسلموا لاداره التنفيذ او ينفذوا على طول؟ لا بالطبع، ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ لان ليه في هنا اجراءات، هو بيتنفذ الحكم بس ليه اجراءات. اجراءاته ايه؟ بيلجا للمحكمه
اللي هو فيها مكان التنفيذ او فيها مكان المنفذ ضده، يعني هو خد حكم على سن من الناس بيشوف السن من الناس ده ساكن فين وبيلجأ للمحكمه الجزئيه التابع لها هذا الشخص. لو كان حكم مختص مثلا في قضايا الاسره والاحوال الشخصيه بيلجا لمحكمه الاسره لو حسب الاختصاص. لو كان حكم مدني، هو طبعا الاستاذ محمد ما فصلناش ايه نوع الحكم برضه عشان نديله اجابه وافيه، لو كان حكم مدني فبنلجا للمحكمه المدنيه. في الحاله دي يقيد الحكم بالاجراءات القيد العاديه وبيعلن المنفذ ضده مرتين وبعد كده بيحكم بالتصديع على الحكم والحصول على صيغه تنفيذيه، وبيبقى زي الحكم القضائي صادر من داخل جمهورية مصر العربية. خلاص كده أصبح ليه صيغة تنفيذية ومعترف به داخل البلاد، وكده بيبدأ إجراءاته زي أي حكم صادر من محكمة مصرية بالظبط وبيبدأ ينفذ. وده موضوع حلقتنا وهنوضح إزاي هينفذ الحكم. تمام، برضو علشان كل مستني السؤال ده مهم جدا، إيه هي المفروض الإجراءات المفروض تتخذ لتنفيذ الأحكام؟ الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأحكام دي نظمها المشرع، وفي إجراءات معينة لازم نتبعها عشان ننفذ الحكم ده. زي ايه؟ زي بيبقى في اداره مختصه، طبعا احنا فرقنا ما بين الاحكام المدنيه واحكام الاسره والاحكام الجنائيه، تمام؟ بيبقى في اداره مختصه هي لتنفيذ الاحكام، الاداره دي بتبقى في كل محكمه ابتدائيه وبنروح نسلم ليها الحكم وبنتبع الاجراءات، بنعمل توكيل لان توكيل بالتنفيذ لاحد معاوني التنفيذ اللي هو بيرأسه مين؟ بيرأسه قاضي اسمه قاضي التنفيذ. وبيبدا ياخد اجراءاته. طب معلش تاني نكرر الكلام ده علشان برضه بيقولوا في كنترول نعيده، بحيث ان اللي ما خدش باله يقول تاني. المشكله دي في كتير من المتابعين دلوقتي، متابعين الفقره، عايزين برضه يعرفوا الاجراءات المفروض تتخذها لتنفيذ الاحكام. تمام، الاجراءات اولا بتبدا ان يكون الحكم نهائي وبات، وزي ما احنا قلنا في البدايه نهائي وبات يعني ايه؟ يعني استنفذ كل طرق الطعن. تمام. الابتدائي والاستئنافي واصبح قابل للتنفيذ ومفيش طرق طعن توقفه. معايا صيغه تنفيذيه اللي هو بنسميها صيغه تنفيذيه او الحكم المزيل بالصيغه التنفيذيه. تمام. بنبدا بقى بنسلمه لاداره التنفيذ. لو كل حكم يعني في مثلا احكام بتصدر من القضاء الاداري اللي هو مجلس الدوله اللي هو بيختص مثلا ما بين المنازعات ما بين الافراد وما بين الدوله. وبين الدوله ده على طول بناخد الحكم المزيل بالصيغه التنفيذيه وبنروح على الجهه المراد التنفيذ عليها، بتكون دايما هيئه حكوميه. ويمكن النوع ده يا احمد ما فيهوش مشاكل في التنفيذ، النوع ده بس اللي هو ليه بقى؟ لان انا بنفذ على دوله، الدوله موجوده ما سابش مكانه، ما عملش اشكالات بالتنفيذ، ما عملش دراسه امنيه، مش محتاج دراسه امنيه، لان انا بروح انفذ فبلاقي الشؤون القانونيه، فالشؤون القانونيه بيقول لي انا عايز 1 2 3 اوراق معينه بسلمه بيسلمني، لانه في الاول وفي الاخر دي اجراءات بالنسبه له، مش بيدفع حاجه من جيبه. تمام. اما تنفيذ الاحكام المدنيه هو ده اللي بيطول تنفيذه. تمام. لان في معوقات قانونيه ومعوقات بترجع للمنفذ ضده. انا كل اللي عليا بروح اسلم الصيغه التنفيذيه دي لوحده اداره التنفيذ وببدا اتابع معاها. في الاحكام الجنائيه انا المفروض ان انا بتابع مع اداره المباحث اللي هو في كل قسم شرطه تابع ليه اللي هو صادر ضده الحكم، بس لازم طبعا بيكون الحكم نهائي، فبتابع مع اداره المباحث بقول لهم انا عندي فلان صادر ضده حكم في المكان الفلاني، فبيبداوا ينفذوا عليه. اداره تنفيذ الاحكام المدنيه ومحاكم الاسره يمكن الحالة الوحيدة اللي المشرع قضايا الأسرة دي خلى لها في بديل. يعني خليها في حوار النفقة دي، لما واحدة تاخد حكم نفقة وجوزها بتهرب أو بيتنقل من مكان لمكان علشان خاطر يبعد عن إن هو ما يعرفش حد يوصل له أو الجهة المفروض إن هي بتكون بتنفيذ الأحكام ما تعرفش توصل له، في الحالة دي هي تعمل إيه؟ هو للأسف برضو إن الموضوع برضو على عاتق صاحب التنفيذ أو صاحب الحق ده. مين يعني هو دايما مين المسؤول عن التنفيذ اصلا؟ هو المسؤول بيبقى في اداره او في موظف مسؤول في التنفيذ، بس في كل اجراء بيحملك انت المسؤوليه، يعني في حاله ترك المنفذ ضده للمكان مش مسؤوليه المحضر. بيقول لك لا روح تتبع، انت ليك ان انت تتبع المدين في اي مكان. بس في محاكم الاسره وفروا بديل اللي هو يمكن بنك ناصر، وفروا بديل ان ممكن الزوجه تلجا ليه طبعا باجراءات معينه واوراق معينه وان هي تاخد النفقه على طول. بس مع ان هو ادالهم بديل ومع ذلك ما يسرش، لان هو حد اقصى في النفقه، يعني لو الزوجه صادر ليها احكام بالوفات وعندها كذا ولد وعندها مصاريف، بنك ناصر ما بيصرفش الا 500 جنيه. تخيل حد اقصى في المبلغ 500 جنيه. طب تعمل ايه؟ طب ما انت اصدرت القانون من زمان ما تعدل. 500 جنيه تعمل ايه صحيح؟ هتعمل يعني مش هتعمل اي حاجه في المصاريف. الزوجه ومثلا معاها احنا بسم الله ما شاء الله بنخلف، يعني تلاقي كل بيت اقل حاجه 3 اولاد وكده، فلما يبقى مثلا زوجه وثلاث اولاد، طب 500 جنيه تعمل ايه؟ ده حد اقصى.
في التنفيذ بالنسبه دي مشاكل كبيره، مشاكل اجتماعيه دي ليها ايه؟ تعمل ايه؟ بتعمل بتروح المفروض ان هي بتاخد الصيغه التنفيذيه وتروح تنفذ على المنفذ ضد اللي هو زوجها ده، لو ما لقيتوش بتحجز على المنقولات، على منقولات تكون ملكه، على اي حاجه ملكه، على اي حاجه ملكه، يعني هو ساكن في العنوان الفلاني في دايره اسم كذا في المكان الفلاني، بتروح بمعاون التنفيذ او محضر التنفيذ بتروح تنفذ عليه. ما ادهاش الفلوس، بتعمل له حجز على املاك به على املاكه اللي هو بما يستوفي المبلغ. او في طريق بديل اللي هو ممكن ترفع دعوه حبس، دعوه متجمد نفقه او دعوه حبس اللي هي بنسميها يا الدفع يا الحبس. لو هو ما دفعش بيصدر حكم جنائي ضده بشهر مثلا. بس برضو ده يعني حتى المشرع يعني عايز بس اجرائيا ان الاحكام دي ما بتتحصرش. يعني هو لما بتاخد حكم نفقه وحكم حبس عليه مثلا بشهر، الحكم ده ما بينزلش على الكمبيوتر. لازم هي تاخد الحكم وتروح توديه اداره التنفيذ او قسم المباحث عشان هم ينفذوا عليه. ولما ينفذوا عليه بتبدا بقى يا يدفع يا يكمل حجز وكده. طيب خلينا ناخد المكالمه دي، معانا هاتفيا الاستاذ مصطفى من المانيا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. احمد انا سعيد بحضرتك وسعيد بضيف البرنامج. واحنا اسعد والله. احنا اسعد ومستر طارق امتعنا فعلا بالكلام الجميل اللي قاله. والحقيقه طبعا في ناس كتير اول ما تعرفش الكلام ده، وانا اول الناس اللي ما اعرفش الكلام ده. فاستاذن حضرتك ان عندي سؤال للمستشار طارق يعني بعد اذنك. اتفضل يا استاذ مصطفى. حضرتك يا فندم، انا عندي محل تجاري وكنت مأجره لشخص ما، واتفقت معاه على مده ايجاريه معينه، وكذلك اتفقت معه ايضا على قيمه ايجاريه. وبالفعل هو دفع لي مده 3 شهور بانتظام، وكان بيدفع في خلال الثلاث شهور دي في الميعاد المتفق عليه بينا. وبعد كده سعادتك هو مش عايز يدفع لي الايجار بتاعي، في وطالبته اكتر من مره عن طريق الود بينه وبينه، هو امتنع عن سداد القيمه الايجاريه بتاع المحل. وانا حاليا انا مش عارف اعمل ايه معاه، وانا عايز اخرجه باي شكل من الاشكال. فاستاذن حضرتك يعني تقول لي لو في طريق قانوني وسريع ان انا اخلص من المشكله دي عشان يخرج بره المحل. طب استاذ مصطفى كنت عايز اساله سؤال بس قبل ما اقفل. استاذ مصطفى، هو في عقد الايجار اللي هو اتحرر ما بينكم ده، في مده معينه اللي هو في حاله التاخير دايما بيبقى في بند كده بنحطه في عقود الايجار ان هو في حاله تاخيره لمده كذا، فدي مده انتوا بتتفقوا عليها مثلا وليكن شهر شهرين 3 شهور، فانت مديله كام مده التاخير اللي هي منصوص عليها في عقد الايجار اللي هو ما بينكم؟ هو فعلا حضرتك احنا حاطين في البند الخامس مده التاخير شهرين، لو اتاخر عن شهرين بيعتبر العقد لاغي من تلقاء نفسه. تمام. هو اتاخر المده دي خلاص ما بيدفعش ايجار خلاص. بالظبط كده. تمام. هنرد على حضرتك يا استاذ مصطفى. المشكله دي برضو موجوده فعلا، في ناس كتيره بتروح تاجر والكلام ده كله. الاجراءات المفروض ان انت الاجراءات القانونيه اللي تتبعها يا استاذ مصطفى ان انت ما ينفعش الطرق الوديه، يعني انت ابلغته كذا مره بالطريق الودي، ما ينفعش الطريق الودي. يلجا الى القانون بقى. يلجا للقانون. تمام. فبيلجا لازم تعمل له انذار ان هو يقول له انت متاخر عن سداد القيمه الايجاريه لمده شهرين، ده لازم في العقود كده بيقول ان انت لازم تنذره قانوني، لان لما اروح المحكمه ما ينفعش اقول ان انا انذرت ودي. فلازم يعمل له انذار، ثم بعد ذلك يقيم دعوه طرد لعدم سداد الاجره. ولو عايز الطريق في قضاء مستعجل فبترفع الدعوه بالطريق المستعجل ان هو طرد لعدم سداد، دعوه طرد مستعجله لعدم سداد الاجره. دي بتوفر عليك وقت وما بتكونش جلساتها طويله، لانه ما بيبحث في الموضوع، بيبحث في الشق ان هو ما سددش الايجار فبيحكم عليه بالطرد على طول. ودي بتكون اجراءاتها اسهل شويه، لان اجراءات الدعوه الموضوعيه بيكون الطعن عليها في الاستئناف خلال 40 يوم، لا دي 15 يوم بس. بياخد حكم صيغه تنفيذيه ويبدا ينفذ بيه، ويبدا برضه يخش في اجراءات التنفيذ اللي احنا برضه بنتكلم فيها وما زلنا بنتكلم فيها. تمام. هنرجع تاني لعقوبات تنفيذ الاحكام. في معوقات كتيره جدا لتنفيذ الاحكام، وهو المعوقات دي قانونيه، يعني في معوقات طبقا للقانون، يعني اجراءات معينه القانون حاططها لعرقلة تنفيذ الاحكام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما باخد صيغه تنفيذيه وبروح انفذ على الشخص ده، بالنسبه للاحكام المدنيه بس عشان ما يحصلش ايه خلط عند المشاهد، باخد الصيغه التنفيذيه وبروح انفذ، لكن تتخيل ان في ادارات تنفيذ بتشترط اعلان الحكم الصيغه التنفيذيه بشخصه. يعني انا المفترض ان انا خدت 5 سنين محاكم
وتقاضي واعلنته في اول مرحله واعلنته في محكمه الاستئناف واعلنته بالحكم عشان اخد صيغه تنفيذيه، وبروح اداره التنفيذ، اداره التنفيذ تقول لي لازم يعلن بشخصه. ما هو اكيد مش هيستلم بشخصه، يقول لي عشان انا اكملك في التنفيذ لازم يعلن بشخصه. طب يعلن بشخصه ازاي؟ ازاي بقى؟ هو عن طريق المحضر، انا ما بعلنوش، انا معلش ان انا اعلن، انا عليا ان انا بسلم ورقه الحكم ده وهو اللي المفروض ان هو بينتقل للمنفذ ضده بيقول له تعالى انت عليك حكم وامضي لي هنا بالاستلام او امضي لي بالاعلان ان انت عليك حكم. طبعا المنفذ ضده ما بيرضاش يمضي، ما بيرضاش يوقع لانه بيتهرب وهو عارف ان عليه التزام وهربان منه مثلا من 5 سنين. فهيجي المرحله دي ويقول له مثلا تعالى امضي لي ان انت استلمت، ففي ادارات تنفيذ بتعوق ذلك بتقول لي لا لازم تعلنه بشخص. طب انا اعمل ايه؟ بعد ذلك خلينا اعلنته بشخص وعديت المرحله وخدنا المحضر واعلناه بشخصه وخلاص، او رفض او امتنع بشخصه. لو امتنع عن التوقيع يبقى كده يعتبر اعلان بشخصه. بيروح بيعمل حاجه اسمها اشكال في التنفيذ، بيوقف كل الاجراءات اللي انا عملتها. يعني خلاص انا واخد صيغه تنفيذيه واعلنته بشخصه ومفترض ان انا رايح انفذ، يقول لي انا اسف كده انا بعمل اشكال في التنفيذ. اشكال التنفيذ ده حاجه قانونيه، قانون اللي حط، وممكن يكون من المنفذ ضده او من الغير. يعني لو حد عدى من الشارع كده او قعد مثلا حد قريبه في المكان ان انا اللي رايح استلمه ده، يقول له انا بعمل اشكال. الاشكال ده بيبقى للاسف يعني رسومه 16 جنيه وبيعطل الدعوه لمده اكتر من 3 شهور. طب وايه الحكمه في القانون الاشكال ده؟ اشكال هو المشرقه لما حطه يعني قال لك ممكن يكون وارد ان يكون في صاحب حق موجود. بمعنى ايه؟ ان الاشكال ده لازم يكون في ادله جديده طرأت على الحكم. يعني هو الاشكال ده بعمل اشكال بيتعرض الموضوع تاني قدام قاضي الامور المستعجله. بس شرط قبول الاشكال ان هو يكون في ادله جديده، يعني مستند قوي ان هو ما ظهرش في اثناء درجات التقاضي. أيوة. يعني في ال5 سنين اللي احنا اتكلمنا فيها او ال3 سنين بيكون المستند ده مستندات قد تبرئ المتهم. تمام، او مستندات قاطعه الدلاله. لو ظهرت لتغير وجه الحكم في الدعوه. يعني لو ظهرت في اي مرحله كان الحكم في الدعوه مش هيبقى بالطريقه دي، فهو بيديله اشكال. فللاسف المنفذ ضده بيستخدمه، يعني ما بيبقاش عنده مستند بس بيستخدمه كده ايه لتعطيل اجراءات. ناخد المكالمه الهاتفيه دي، معانا الاستاذ احمد فراج من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه وبركاته. بعد اذنك انا عندي مشكله. تمام، انا كنت مدي واحد فلوس. تمام يشغلها معاه. تمام، اتفضل سامعينك. انا دلوقتي تمام. سامعني حضرتك؟ سامعينك يا فندم. تمام، انا دلوقتي خد مني الفلوس وخدت انا عليه ايصال امانه. تمام تمام، جاء معاد رد الفلوس وفهمني يعني المكسب والدنيا دي ما لقيتهوش. دخلت ناس تحل الموضوع بيننا لكن ما فيش نتيجه يعني. تمام. لغايه لما اضطريت اني اروح المحامي. تمام، وراح رفع لي الايصال ده وخدت الحكم. جيت انفذ الحكم لقيته مشي مش موجود. اعمل ايه حضرتك دلوقتي؟ سافر. هو المعلومات اللي جاتني ان هو موجود في القاهره. اعمل ايه عشان انفذ عليه الحكم ده؟ تمام، شكرا. المستشار هيرد عليك يا فندم. تمام، هو استاذ احمد تشرف وقال ان هو ليه يعني واخد احكام على شخص والشخص ده ترك المكان. ودي برضو معوقه من معوقات التنفيذ. ازاي؟ ان انا لما باخد حكم على شخص بروح دايره الاسم التابع ليها اللي هو عنوان، يعني انا هو ساكن مثلا في سوهاج، فبروح في دايره الاسم بتاعته وبرفع عليه الدعوه او الجنحه وباخد حكم عليه. في حاله مغادرته في المكان خلاص يبقى هو كده بيانات حصر التنفيذ او بيانات الحكم ده بيبقى في دايره في الدايره اللي هو ساكن فيها المتهم او اللي هو خد الفلوس من الاستاذ احمد وما سددلوش. ففي الحاله دي يا استاذ احمد انت ليك ان انت تعمل ضبط واحضار على عنوانه الجديد وتسلمه في اي دايره اسم هو موجود فيها عشان ينفذوا الحكم. او تعلنوا بالحكم. هو لازم يتتبعه برضه ولا لازم تتتبعه؟ النجده هي اللي لا مفيش الكلام ده مفيش. للاسف ان احنا ما عندناش قاعده الكترونيه يعني ان انا اعرف الشخص ده فين في اي مكان او لو غادر المكان اعرف اجيبه. لا مفيش. هو اداره التنفيذ الاحكام او وحده المباحث بتختص بالاحكام الواقع في دائرتها
الاحكام، يعني بيبقى الاحكام اللي هي في دايرتها، الشخص غادر الحكم ما بيسقطش في الحاله دي، بيروح يعلنه او ياخد ضبط واحضار على المكان اللي هو موجود فيه ويسلمه لاقرب اسم شرطه اللي هو صاحب الاختصاص في القسم ده او في المكان ده، وبيسلمه وبيروح ينفذ عليه. ماشي، حاولوا ترجعوا لنا تاني بالاتصال. نرجع هي تابع محافظه ايه الارض دي؟ أو الشرقيه. هو من طبعا الشرقيه، طبعا محافظه الشرقيه. حصل عليها تقنين ولا ما حصلش عليها تقنين يا استاذ نعيم؟ هو معانا على التليفون. هو المفروض ان هم بيرجعوه تاني في الكنترول وهيتصلوا بيه. تمام، ما احنا بدايه لازم نعرف الارض دي حصل عليها تقنين او ما حصلش عليها تقنين. في حاله ان طبعا هو على كلامه ان في فلوس بتدفع يبقى كده في تقنين من المحافظه وصدر عليها تقنين. في الحاله دي ان هو بيقول ان الارض بتاعه والده توفى بيحل محل الورثه الشرعيين، يبقى في هو بيقول ان هو كان واصي على الورثه وبعد كده وصايا ماشي، كل واحد خد قطعه الارض المفروض اللي هو الورثه. تمام، الوصايا دي بتبقى لفتره زمنيه محدده او بلوغ القاصر لسن معين. هم الورثه دول، انا من صوته شكله كبير يعني اكيد. صوته كبير. طب هل مثلا لسه في الوصايا بتاعته؟ لان هم لو قاصرين ما ينفعش ان هم يبيعوا، لو هم قصر ما ينفعش ان هم يبيعوا. حاولوا برضو ترجعوا تاني للاستاذ نعيم عشان بس نوضح مشكله. لو هم قصر هو اللي لازم يبيع، ما ينفعش ان هم يباشروا عمل من اعمال التجاره ولا بيع ولا الكلام ده كله. تمام، لو هم بلغوا السن وباعوا هو بيعمل ايه؟ بيجيب اعلام وراثه لوالده. هو في حاله لو هو بلغ السن هو واخواته، هو واخواته خلاص كده الوصايا انتهت، خلاص كده الوصايا انتهت. يعمل ايه في الحاله دي بقى؟ السن القانوني خلاص كده، كل واحد مسؤول عن تصرفاته، السن القانوني 21 سنه. في الحاله دي ان الارض دي لو مثلا باسم الوالد واخدينها وضع يد كلهم، الوالد باسم الوالد توفى بيحل محله ورثته الشرعيين اللي هم مين؟ اللي هم اخواته بموجب اعلام وراثه. يعني ياخد اعلام وراثه ويروح يقدمه في المحافظه يقول ان انا خدت نصيب الشرعي في ميراث والدي. تمام، او فيما قالت اليه والدي من تركه عن طريق التقنين او وضع اليد اللي هو قننته المحافظه. طالما المحافظه بتخاطبه يبقى حصل عليه تقنين هنا. فهو بيروح باعلام الوراثه ويقول لهم الارض دي ما بقتش في حيازتي، مش عشان انا كبير او انا كنت واصي، انا كنت واصي لو ان هم سنهم صغير، فطالما بلغوا السن. طب يروح المحكمه ولا المحافظه ولا يروح انه منطقه بالظبط؟ يروح المحكمه؟ لا، يروح المحافظه طالما لسه النزاع ما وصلش المحكمه. هو ما يروحش المحكمه لان هو المفترض كده ان هو هم اللي بيخاطبوه. فهل المحافظه لجأت للمحكمه للقضاء؟ يبقى هو خلاص كده يبقى دور المحافظه انتهى، وبيشوف القضاء وبيشوف هم طالبين ايه. هو دلوقتي بيقول ان المحافظه يبقى خليه مع المحافظه. تمام، كلام كويس جدا. يبقى يخليه مع المحافظه، بياخد اعلام الوراثه، وفي الحاله اللي هو قالها ان هو اخواته باعوا ومشوا بياخد عقود البيع وبيقول مين الحائز للمكان. بيروح المحافظه ويقول لهم مين الحائز للمكان ده، هو المسؤول عن دفع اي فلوس. الحائز او المالك او اللي حاطط ايده على اليد على الارض هو المسؤول عن سداد اي مستحقات على الارض. فهو في الحاله دي بياخد اعلام وراثه، بياخد عقود البيع وبيقدمها في المحافظه فبتتوزع على الورثه. تمام. احنا برضو بنقول ان الاتصال دي او الاتصالات اللي بتجيلنا دي على مسؤوليه الشخص، على مسؤوليه الشخصيه المتصل مش على مسؤوليتنا الشخصيه. اي تهديد او اي كلام خارج عن نطاق المشكله اتمنى ان محدش يتكلم فيها يا جماعه. تمام، سياده المستشار بيرد على كل الشكاوي او على كل اي مشكله معاك، وغير كمان ان اي طرف سواء المحافظه او غير المحافظه لا حق الرد من خلال برنامجنا. معانا مين تاني؟ ربيع من القاهره. ربيع من القاهره ان شاء الله. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في البدايه بحب ابدي اعجابي بالقناه يا فندم، وعايز اسال الاستاذ طارق سؤال بس. اتفضل يا فندم. هو انا كنت اجرت محل من واحد وكتبت عقد، والعقد ده كان فترته 3 سنين، اخذت سنه ونص تقريبا، وجه مره واحده كده راح هو فصل معايا من غير ما يعني من غير ما يفصل العقد. جه طلعني من المحل وقال لي العقد اللي احنا كاتبينه ده عقد ابتدائي ومش مسجل في اي شهر عقاري ولا مسجل في اي مكان. ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتتكلم من التليفون بس عشان نسمع حضرتك؟ كان اجرت محل من واحد. استاذ ربيع. سامعني كده حضرتك؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. بص يا فندم، انا حضرتك اجرت محل من واحد. تمام. كتبت معاه عقد عادي سنه ونص. 3 سنين. تمام، خد سنه ونص من العقد وبعد كده هو طلعني من المحل.
قال لي طبعا ان العقد اللي انت كاتبه ده مش موثق في شهر عقاري ومش صيغه قانونيه صحيحه والكلام ده كله، رغم ان يعني احنا كاتبين عقد صحيح مظبوط 100% بس فعلا مش متوثق. فهل هو كده فعلا له حق ان هو يطلعني من المحل ولا انا ممكن ارفع عليه دعوه ولا ايه؟ هنرد على حضرتك. تمام. بتساله؟ ايه؟ لا لا خلاص، هو اصل الكلام الكلام واضح يعني. هو في العقد الثلاث سنين انت كده على فكره بموجب عقد الايجار ده اللي هو معاك اللي هو ثلاث سنين، انت اقوى من المالك، مركزك القانوني هنا المركز القانوني للمستاجر اقوى من المالك نفسه، بمعنى ان هو الحائز للمكان. ده القانون كمان يعني قال لك ان غاصب الحيازه يعني لو واحد اغتصب المكان اقوى من المالك، ان هو المستحوذ على المكان. فعقد الايجار يسري لمدته كامله يا استاذ ربيع، الثلاث سنين تمشي كامله. عقود الايجار حتى في القانون ما اشترطش القانون ان هي تكون في عقد ايجار، يعني ممكن لو انا رحت قعدت في مكان وخدت ايصالات ايجار من واحد فده يعتبر علاقه ايجاريه، يعني العلاقه الايجاريه اصلا مش شرطها الكتابه. ممكن انا اكون قاعد في مكان وباخد ايصالات ايجار بس يبقى معايا مستند، معايا مستند، يعني انا لو فقد مني عقد الايجار هل كده انا اطلع؟ ومده عقد ايجار اكثر مثلا فتره ويجي يقول لي المؤجر او مالك الشيء ان انت مغتصب حيازه؟ لا طبعا. اللي عمله ده بلطجه، ده مش ما يندرجش تحت القانون تماما، لان العلاقه الايجاريه كامله. والكلام اللي هو بيقوله مثلا ان هو مش مسجل، ما يشترطش التسجيل في عقود الايجار. يشترط توقيعه بس على عقد الايجار. ده القانون ابعد من كده، قال لك لا يشترط الكتابه في عقود الايجار. يعني ممكن بايصال لو خد منه ايصال يبقى كده هو مش مغتصب حيازه، كده هو قاعد بسند قانوني وهي علاقه ايجاريه، هنا ثبتت علاقه الايجاريه. وممكن العلاقه الايجاريه في ربيع تثبت كمان بشهاده الشهود. ما هو دليل برضه من الادله، يعني وارد ان واحد مثلا عقد الايجار كان حاطه مثلا في المكان او في العين اللي هي المؤجره واتسرق، او لا قدر الله هلكت العين، او يعني حصل مثلا حريقه فقد منه المستند ده. فهل هو هنا مغتصب حيازه؟ لا طبعا مش مغتصب حيازه. هو معاه علاقه ايجاريه، والعلاقه الايجاريه لا تشترط الكتابه، بمجرد ايصال او شهاده الشهود هنا في علاقه ايجاريه كامله، من حقك تكمل الثلاث سنين، مركزك القانوني اقوى من المالك لان انت حائز للمكان مش مغتصب للمكان ولا مغتصب حيازه، بالطريق القانوني ما يقدرش يطلعك. اما اللي عمله ده غير قانوني طبعا، ان هو يقول له اطلع وان العقد غير مسجل، الكلام ده مالوش اي اساس من القانون. فهو مركزه القانوني اقوى فهو يخليه في مكانه، ولو حصل اي اعتداء من المؤجر او من المالك يتوجه لاقرب قسم شرطه ويتهمه فيه ان هو ينهي العلاقه الايجاريه بدون سبب، وما ينفعش تنهي العلاقه الايجاريه ما بين الطرفين الا طبقا للبنود اللي هم اتفقوا عليها. تمام. انا برضو عايز يعني يا ريت الكنترول يحط رقم بعد اذن المستشار، رقم المستشار او رقم المكتب بتاعه على الشاشه لاي حد حابب ان هو يتواصل معاه بعد الهوا. تمام. في اي استشاره قانونيه. تمام. عايزين برضو نتكلم عن مشاكل تشابه الاسماء في الاحكام، لان الموضوع ده برضو منتشر ومهم جدا. هو طبعا مشكله تشابه الاسماء دي متكرره في مصر كتير، لان احنا بسم الله ما شاء الله عددنا مقبول 120 مليون، وعندنا الاسماء متكرره كتيره جدا، يعني تلاقي مثلا محمد واحمد ده في كل بيت، مش هنقول في كل بلد، فالاسماء تلاقيها متكرره جدا. فمثلا في حاله ان انا ماشي مثلا وفوجئت بكمين وانا معلش حاجه، والكمين بيقول لي الضابط معلش انزل ده انت عليك حكم. يا عم ازاي انا عليا حكم؟ انا ما عملتش حاجه، انا مثلا ممكن اكون خارج البلاد او كذا او كذا، يقول لي طب انت مثلا عليك حكم في الدهليه. طب انا ما روحتش الاماكن دي، ازاي هيبقى عليا حكم في الدهليه وانا ما روحتش؟ ففي الوضع ده بيبقى حاجه اسمها تشابه الاسماء. فالاجراءات المتبعه اللي هي تكون صحيحه وتحمي الشخص ده اللي هو تشابه، لان على فكره عايز اقول لحضرتك ان كل اسم متشابه، يعني ما فيش اسم في مصر مش متشابه، الا الاسماء المختلفه جدا اللي هي نادره الحدوث برضه ممكن تلاقيها متشابه. ففي الحاله دي بياخد رقم المحضر او رقم القضيه من الضابط اللي هو قال له عليك محضر، ويتوجه الى النيابه الجزئيه التابعه لها المحضر، يعني مثلا نيابه البساتين، نيابه النزهه، نيابه الساحل، نيابه اسكندريه، بيروح ويجيب صوره رسميه من المحضر ويتاكد ان المحضر ده مش باسمه، ويقدم طلب للنيابه العامه. الطلب بيبقى مفاده في نص دقيقه، في نص دقيقه معلش، لان احنا قربنا خالص ننهي حلقتنا في نص دقيقه، حلول مقترحه لتنفيذ الاحكام، بس في نص دقيقه فعجاله. بص، هو يعني حلول مقترحه ممكن سبقتنا فيها الدول العربيه حديثه العهد، ان هم عملوا نظام
توقف المعاملات الحكومية، إن أنا ممكن الشخص ده ممكن أعمل له إيقاف المعاملات الحكومية، ممكن أعمل له منع من السفر، ممكن أعمل له توقف برضو جوازات هجرة، سجل مدني، إن أنا الشخص ده أجمده، ممكن أعمل له برضو أجمد فلوسه في البنك، ودي إجراء طبعا مش متبع في مصر عشان يقول لك سرية حسابات. طب سرية حسابات أنا مش عايز أخد من حسابه ولا أعرف من حسابه، أنا عايزك أنت كجهة إدارة تنفيذ تروح تقول لي الراجل ده عليه فلوس ادهولي، بس انا عايز فلوسي، انا عايز حقي، مش عايز اكتر من كده. تمام، فدي سبقتنا فيها الدول العربيه ان شاء الله. في لقاءات ثانيه هنستضيف حضرتك وهنتكلم اكتر. واضح جدا المشاهدين متفاعلين مع الفقره، وواضح جدا ان موضوع الفقره مهم جدا للمشاهدين. استاذ طارق صالح المحامي بمجلس الدوله وباستئناف العالي نورتني جدا، وان شاء الله في لقاءات ثانيه. للاسف انتهى وقت حلقتنا. الساده المشاهدين القاكم الخميس القادم، تصبحوا على خير. شكرا يا استاذ احمد، شكرا لدوله القناه والساده المشاهدين اللي سهروا ويسمعونا، ان شاء الله نكون اضفنا معلومه جديده ان شاء الله. اشكرك يا فندم. اشكرك يا استاذ. شكرا.